السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. شايفين ايه يا حبايبي معانا النهاردة؟ معانا صينية السمك البلطي، صينية جميلة جدا، سهلة قوي، حلوة جدا، هتعجبكم خالص. تغيير السمك ان شاء الله، فيها تكات حلوة كتير جدا. عاوزين تعرفوا كل تكاتها والوصفة كاملة، تابعوني في الفيديو هنعملوه دلوقتي سوا مع بعض. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كده معانا السمك اهوت يا حبايبي، غاسلينه ومنضفينه زي الفل. هنعمل له اول خطوة في الصينية بتاعتنا الجميلة، ان انا هتنقله بحبة ملح. ماشي، ارش شوية ملح كده واسيبه بقى ايه في كده ساعة ولا حاجة، ساعة لساعتين كده يتشرب من الملح عشان ما يبقاش في الصينية بتاعتي عادل. تمام يا حبايبي، كده كل سمكية كده ايه رشة ملح عليها كده كده. تمام، والتاني حاجة معايا نص ليمونة، الليمون جميل للسمك وما يخليش الصينية بتاعتنا زفرة خالص. جميل كده، كده واسيب ايه واسيب السمك بتاعي اللي انا هعمله صينيه ده، اسيبه كده ساعتين، من ساعه كده ساعتين، قبل ما احضر بقيه اوائل صينيه السمك بتاعتي وارجع مع بعض نشوف هنعمله صينيه السمك التحفه دي ازاي. بصوا يا حبيبي، احنا كده سيبنا السمك متبل في الملح والليمون زي ما شفنا مع بعض ساعتين. بعد الساعتين بقى كنت انا حضرت بقى اوائل صينيه السمك التحفه الرائعه معايا. هنبتدي نسمي لو نشوف هنعملوها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، احنا معانا المقادير بتاعتنا، طبعا الكاميرا مش جايبه كل المقادير، فركزوا معايا وانا بضيف عشان تعرفوا المقادير ايه. تمام بالظبط. تمام، اول حاجه يا حبايبي معايا ربع كوبايه ميه، معايا نص كوباية زيت ذرة، معايا كزبرة خضراء مفرومة، يعني معلقتين كبار كزبرة خضراء او ثلاثة كبار. تمام، معايا شطة حراقة حاجة بسيطة كده، ودي حسب الرغبة، ممكن تحطي قرن كامل ممكن ما تحطيهاش خالص. معايا ثلاث فصوص ثوم متقطعين حلقات كده. تمام، معايا البهارات بتاعتي، التوابل بتاعت صينية السمك الجميلة اللي احنا هنعملها مع بعض. معايا هنا كزبرة ناشفة، معايا كمون، معايا بابريكا، معايا فلفل اسمر، حط كله. تمام، هحط الملح. صينية السمك تحفة هتعجبكم بجد، من هنا ورايح مش هتعملوا السمك الا بالطريقة دي، بجد هتعجبكم الطريقة دي جدا. معايا دلوقتي معلقتين صلصة كبار، معايا فلفل اخضر، قرنين فلفل اخضر متقطعين حلقات. تمام كده، هقلب كل الخليط ده بقى مع بعضه. خليط تحفه وريحته تجنن بجد، حلو قوي. الصينيه السمك بتاعتي محتاج لها فرشه في قعر الصينيه، فالفرشة دي هتبقى عبارة عن ايه يا حبايبي؟ تعالوا نشوفوا كده هنعمل الفرشة دي عبارة عن ايه. عبارة عن بصلتين متقطعين حلقات. تمام، عبارة عن طماطمتين حلقات، عبارة عن بطاطستين او ثلاث بطاطسات حلقات، سمك بطاطسية وسط.
تمام، واخد كل ده كل ده يخش في بعضه عشان يشرب من التتبيلة. دي فرشة السمك يا حبايبي اللي ايه اللي هنفرشها في قعر صينية السمك بتاعتي. تمام، هحاول افك حلقات البصل من بعض كده بس. تمام كده، هجيب القارب بتاعي سواء صينية قارب بايركس فخار طاجن اللي انت عايزاه طبعا تعمل في السمك بتاعك. هجيب القارب البايركس وابتدي ارصص الصينية كده زي ما انتوا شايفين الفرشة اللي انا عاملاها للقعر، طماطم بقى وبصل حلقات بصل كده وطماطم بطاطس، اشكل بقى كده وانوع تبقى ايه طعمها تحفه تحفه وجميله قوي. دي الفرشه بتاعت صينيه السمك يا حبايبي. فانا الحركه اللي انا عملتها دي خليت الايه صينية السمك واخدة نفس التتبيلة اللي هتبل بيها السمك بتاعي. البطاطس بحطها تحت الأكتر لأنها تستحمل شوية. تمام، وبعدين الطماطم فوقها كده. أنا بحاول أرتب برضو ترتيب عشوائي علشان كله يبقى إيه من طعم بعضه. حلقة البصل كده، الريحة مش عاوزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، بجد الريحة خطيرة. وصينية سمك خفيفة جدا جدا بقى، مش متسبكة ولا اي حاجة خالص، خفيفة على المعدة جدا وهتعجبكم قوي. وتغيير بقى للايه للسمك المقلي والمشوي، تغيير وحلوه تنفع في عزومه برضو، عزومه اسماك تبقى تحفه. وشرايح بصل ياما بقى كده، ده كده فرشه تحفه 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 للسمك. تمام يا حبيبي، دور بقى كويس كده على واخد شوية كده بقى كده بصل كده للسمك كده للصينية بالفلفل الأخضر بقى. والشطة دي اختياري بس بتبقى جميلة والله. تمام خلاص كده، أنا كده ايه عملت فرشة الصينية بتاعتي باينة، يا رب تكون واضحة حلوة قوي. هجيبها على جنب كده بالراحة وابتدي اجيب. عندي لسه التتبيله هي يا حبايبي، ماشي، فيها شرايح بصل وفلفل بقى ونفس التتبيله. هحط فيها السمك، امسك السمك كده بقى اللي انا متبلاه بالليمون والملح وسايباه ساعتين، وادخل كده في السمك كده، شايفين يا حبايبي، ادخل فيه التتبيله كده كده وابتدي ارصص سمكي. اجيب السمكه التانيه اقلب في التتبيلة لازم يتبل حلو وحش كده من جوه كده، وارصصه تاني تاني. تحفة تحفة تحفة. وهكذا بقى يا حبايبي لغايه ما اخلص كميه السمك اللي عندي. اخد سمكه سمكيه كده اقلبها في التتبيله الحلوه دي واحط في قلبها من التتبيله من شرح البصل والفلفل وكل ده.
واساوي في صينيتي. خلاص يا حبيبي دي اخر سمكه هي معايا. كده بصوا يا حبايبي دي صينية السمك البولتي بتاعنا. تبلتها كويس. ابتدي اجيب التتبيلة التانية واحطها بقى عليها كده. كده تتبيلة بقى كمان على الوش كده، وانزل كل التتبيله بتاعتي. خلاص كده شوفوا جمالها فظيع، والريحه مش عاوزه اقول لكم، ما انتوش متخيلين الريحه تحفه ازاي. دي كده صينيه السمك البلطي. هدخلها الفرن دلوقتي واغطيها بورق فويل او اغطيها بغطا حله او صينيه، واسيبها في الفرن نص ساعة ساعة الا ربع بالكتير، وهتكون مستوية معايا واطلعها اقدمها معاكم ونشوفوا احلى صينية سمك ممكن تاكلوها. ودي يا حبايبي كان طبق السمك البلطي، طلعنا الصينية من الفرن شوفوا حلوة ازاي. قعدت في الفرن تقريبا ساعة الا ربع على الصاجة تحت، سبتها وغطيتها بالورق الفويل، واول ما استوى وحسيتها استوت حلوة معايا شلت الورق الفويل من عليها وسبتها خدت وش تحت الشواية، وبيطلعت بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده تحفه. ريحتها يا جماعه مش قادره اقول لكم، جميله جدا جدا وحلوه وخفيفه قوي، وهتعجبكم ان شاء الله. اتمنى تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.